طيب خلونا دلوقتي نروح بقى للاخبار اللي بتحصل بره مصر على السوشيال ميديا. بتبقى اخبار كده لطيفه وبسيطه، كلنا يعني عايزين الونس في حياتنا ده اكيد، وكلنا اكيد بندور على الحب في حياتنا. في بقى مواطن استرالي تصدر الترند على منصات السوشيال ميديا بسبب بقى ايه؟ انه مش لاقي قصه الحب اللي بيدور عليها، فهو حاسس بالوحده بعد وفاه والدته، حاول كذا مره انه يرتبط لكن الموضوع ما كانش موفق بالنسبه له، ما لقاش شريكه حياته. راح عمل ايه بقى؟ اشترى امراه اليه او روبوت ست ب6000 جنيه استرالي عشان تكون ونس لي في البيت، وبعد ما عاش معاها سنتين تفاجئ فجأة كده انه بقى عنده مشاعر ليها، وخاصة انها بتتفاعل معاه في الحياة اليومية، فقرر انه مش هيدور تاني على زوجة من البشر وهيتجوز من الروبوتات. أمور الله. من غير مش هتعمل له مشاكل بقى، مش هتدوشه في حاجة. دي طبعا اكبر ميزة حاضر في الموضوع. ونعم. هي مش تتكلم اصلا. يعني حاضر ونعم. هو بيرحم نفسه من الزن. وأمورة هي زي ما انت بتقول. بس مش عارف مشاعر ازاي وتفاعل ازاي، بس طالما هو شايف كده خلاص. انت اصلا يعني لا جميلة صورها حلوة. صغيرة جدا جنبه برضو. اشترى روبوت قاصر. طيب نروح لليابان، وأكبر معمرة في العالم من اليابان احتفلت بعيد ميلادها 119. قالت إن هي ناوية تحتفظ بهذا الرقم القياسي ده من عمرها لسنة كمان، مش عارف إزاي يعني، بس هي قررت كده. السيدة اليابانية المعمرة لما عملوا معاها حوار قالت إنها بتحب المشروبات الحلوة والشوكولاتة، وموسوعة جينيس للأرقام القياسية احتفلت بيها، وكمان منحتها لقب المعمرة اليابانية في 2019. وقتها كان عندها كام بقى؟ كان عندها 116 سنة. بعد كده بقت أكبر معمرة في التاريخ بعد ما وصلت لـ 119 سنة. أنا كنت لسه عايزة أقول لك اليابان عامة فيها دايما معمرين، يعني دايما معدين المية، بس تقريبا هي نفس الست كل سنة بتاخد نفس الرقم. تقريبا يعني. بتحافظ على صحتها. طيب احنا لسه في اليابان يا شاذلي، وفي سمكة من نوع التونة الزرقاء اتباعت في اليابان بمبلغ 16 مليون ين ياباني، يعني وصلت لأكثر من 144 ألف دولار في أول مزاد يتعمل في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو السنة دي. وزنها 211 كيلو، تم اصطيادها من منطقة أوما، ودي أول بتعتبر يعني من أفضل مناطق الصيد أو صيد التونة في العالم أو في اليابان بالذات. أنا شايفة وزنها، أنا كنت متخيلة إن هي تبقى أكبر من كده شوية، لكن حوالي 17 مليون ين ياباني، أنت متخيل؟ تقريبا يعني. نروح الفصل. مش هتعلق على التونة؟ لا خلاص. لسه ما فطرتش. خلاص خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني بعد الفاصل، خليكم معانا.